تروي شنغهاي قصة مدينتين يفصل بينهما نهر هوانغبو الذي يعبر المدينة الصينية الهائلة الواقعة على ساحل المحيط الهادئ على ضفة النهر الشرقية. تقع مدينة بودونغ بأبراجها الصاخبة التي ترمز إلى صين القرن الحادي والعشرين العظيمة والمنفتحة على العالم، وفي المقابل على الضفة الغربية تروي مدينة بوكسي ذات الطراز القديم قصة مختلفة تماماً، قصة مدينة تأسست على تجارة السم التي فرضها الغرباء على الصينيين، ألا وهي تجارة الأفيون. أطلق في البداية على الأفيون اسم التبغ الأجنبي ثم الدواء الأجنبي، قيل إنه يعالج الأمراض، وهكذا أصبح شائع الاستخدام. في بداية القرن التاسع عشر كان الإنجليز يشترون الحرير والشاي والبورسلين من الصينيين، وكان أفضل ما عندهم للبيع في المقابل هذه النوعية من المخدرات التي يحصدونها من مستعمراتهم في الهند، حتى إنهم أشعلوا حرباً لإجبار الصين على الاستمرار في شرائها. ومن شنغهاي سينتشر الأفيون كالنار في الهشيم بين جميع طبقات المجتمع الصيني. حولت أموال هذه التجارة قرية الصيادين إلى مدينة يمتزج فيها المرح مع الانحراف، غير أنها تركت جرحاً عميقاً ساهم في تشكيل الوعي القومي الصيني. تعتبر جادة بوند في شنغهاي اليوم معرضاً حقيقياً للسلطة والثروة، تنتشر فيها المصارف العالمية والفنادق الفاخرة مثل فندق بيس. في الداخل يعيد نمط آرت ديكو الزوار إلى حقبة العشرينيات من القرن الماضي، عندما كانت المدينة تحت سيطرة الأوروبيين وتنبعث منها رائحة الأفيون. عندما وصل الأجانب الأوائل إلى هنا في منتصف القرن التاسع عشر لبيع مادة الأفيون، كان لهذا الرصيف شكل مختلف تماماً. في بداية تاريخ شنغهاي كانت الشوارع مختلفة عما هي عليه اليوم، كانت الطرق عادية، طرقاً ترابية تتحول إلى وحول عند هطول المطر. ومع وصول الشركات الأجنبية تباعاً سارعت إلى تحسين الأمكنة المحيطة بها. يعد الرقم 27 أحد أقدم العناوين. أعيد بناء المبنى الأصلي في بداية القرن العشرين على نمط آر ديكو الشائع في معظم مباني جادة بوند. شيده في العام 1843 مواطنان إنجليزيان هما ويليام غاردن وجيمس ماتيسون، وهما من أكبر تجار الأفيون في التاريخ. اعتقد غاردن وماتيسون أن تجارتهما المربحة وصلت إلى نهايتها عندما حاول إمبراطور الصين حظر تجارة الأفيون، هذه التجارة التي تصل إلى هنا عبر كانتون في جنوب الصين. سارعت إنجلترا إلى تهدئة روعهما ولم تتأخر في الرد، فأعلنت باسم التجارة الحرة حرب الأفيون الأولى في العام 1839. انتصرت إنجلترا في هذه الحرب وحصل غاردن وماتيسون تاجرا الأفيون على حق استخدام موانئ جديدة. هكذا اكتسبا موطئ قدم في شنغهاي، بالرغم من أن هذه القرية لم تكن بعد موجودة على الخرائط الغربية. لقد ساهم عنصران أساسيان في ولادة المدينة، من جهة حرب الأفيون، ومن جهة أخرى موقع المدينة الجغرافي الذي أدى دوراً مهماً. تقع شنغهاي عند مصب نهر اليانغتسي في منطقة غنية إلى حد ما، فيها بحيرة تاي، ونحو الغرب تمتد كل هذه المدن على طول هذا النهر العظيم. مع استقرار البريطانيين في هذا المكان في منتصف القرن التاسع عشر أصبحت الضفة المحيلة مسرحاً تتحرك فيه القوارب ذهاباً وإياباً. لم يكن في إمكان السفن الكبيرة القادمة من الخارج الوصول إلى هذه النقطة، وكان يتم تفريغ البضائع بواسطة سفن الصيد الرأسية على الشاطئ. أما مستودعات الأفيون فكانت على رصيف الميناء. بعد غاردن وماتيسون تمركزت شركات أجنبية أخرى في جادة بوند،
لا سيما المصارف التي جمعت ثرواتها من بيع الأفيون. أصبحت المنطقة الأمامية في شنغهاي ترمز إلى تجزئة القوى الأجنبية للصين. إنها ذكرى مؤلمة لا تزال محفورة في الذاكرة إلى الآن. أعتقد أن هذه المباني هي تحف فنية ينبغي الحفاظ عليها، فالمبنى نفسه لم يرتكب أي جريمة، ويجب أيضاً الحفاظ عليه للتنشئة الوطنية وللتذكير بأن جادة بوند خضعت في ذلك الوقت لسيطرة الغرب. في منتصف القرن التاسع عشر، كانت شنغهاي الحلقة الأضعف على الأراضي الصينية. 70% من المخدرات التي دخلت البلاد مرت عبر مينائها. في ذلك الوقت، كانت المدينة مؤلفة من مربعات مائية، وكانت المخدرات تنقل عبر قوارب مسطحة القاع إلى أماكن التعاطي. سيساهم شكل المدينة هذا في إثراء الزعماء الذين يحمون البحارة. على بعد بضعة كيلومترات من جادة بوند، يوفر مكان محمي ملاذاً للهدوء في قلب المدينة المترامية الأطراف. إن منزل غويلين تحول إلى حديقة عامة يرتادها المتقاعدون. تم تصميم هذه الحديقة الرائعة على الطراز الصيني بأمر من أحد عرابي المافيا في شنغهاي، روانغ تشين روانغ، الملقب بذي البثور. لقد امتدت أعماله إلى أكثر من نصف الصين. كان دخله السنوي يساوي ثلث دخل الحكومة الصينية آنذاك. كان غنياً كدولة. في بداية القرن العشرين، سيطر روانغ على جزء كبير من تجارة الأفيون لأنه رئيس مجموعة العصابة الخضراء السرية، لكنه كان أيضاً شرطياً. هذا الوضع المزدوج جنب البحارة الذين هم تحت حمايته من مصادرة حمولاتهم، وجعله يتباهى بنجاحه من دون خجل أو حياء. لقد بنى هذا المنزل التقليدي ليتنعم فيه. نشأ في شنغهاي وسوتشو وتشرب هذه الثقافة الجنوبية. لقد أحب هذا الأسلوب الخاص بهذه المنطقة. لهذا السبب وظف مهندساً معمارياً لتصميم هذا المنزل. الأبواب المستديرة والجدران البيضاء لا ينقصه شيء. غمرت البضائع التي صنعت ثروة العراب روانغ المدينة الصينية القديمة على وجه الخصوص على مرمى حجر من جادة بوند. تتشابك الشوارع المتعرجة مع رفاهية الأحياء الغربية. من داخل غرف التعاطي 1700 التي تطل بغالبيتها على الشارع، انتشر تعاطي الأفيون بشكل مدمر مطلع القرنين التاسع عشر والعشرين. كانوا يدخنون المخدر في غليون طويل متمددين على سرير من الخيزران. في هذا القلب التاريخي لشنغهاي استمرت الأجواء المفعمة بالحيوية، ولكن تم محو آثار هذا الماضي المضطرب عند وصول الشيوعيين إلى السلطة في العام 1949. شكل هذا الشارع جزءاً من الأحياء الشعبية. كانت الغالبية العظمى من المدخنين عمالاً. كان دخلهم منخفضاً وحياتهم صعبة، وقد سعوا لتخفيف معاناتهم بالأفيون. في ذروة التعاطي كان ما يقارب 5 سكان الصين مدمنين على الأفيون، أي 120 مليون شخص. الصين من أكثر البلدان في العالم التي عانت من الإدمان على الأفيون. كانت شنغهاي رمزاً للمعاناة، لكنها ستصبح بعد ذلك مهداً للتغيير. في هذه المدينة اتخذ أول قرار دولي لحظر تجارة الأفيون في العام 1909، لكن كان يجب انتظار أكثر من 40 سنة حتى يتوقف هذا المخدر عن الانتشار. منذ عشرينيات القرن الماضي أصبحت تجارة الأفيون سرية وبدأ إنتاجه على نطاق واسع في الصين. منع الإنجليز المخدرات في العام 1917، لكن الفرنسيين أخذوا الأمر على عاتقهم، وازدهرت تجارة الأفيون في ظل الامتياز الفرنسي.
كان هذا الحي الواسع يخضع لسلطة باريس، لا تخضع الشرطة والمحاكم للسلطة الصينية بل للمافيا. على بعد بضعة مبان من القنصلية كانت العصابة الخضراء التي تشكل مافيا مهربي الأفيون تملك متجرا على الشارع يقع مقرها الرئيسي في مبنى فخم من ثلاثينيات القرن الماضي، صممه مهندس معماري فرنسي تمتزج فيه العناصر الصينية مع النمط الأوروبي الكلاسيكي، وقد تحول اليوم إلى فندق. توسعت تجارة الأفيون المتردية لا سيما العصابة الخضراء في ظل الامتياز الفرنسي. كانت فرنسا تحميهم وتغض الطرف عن أنشطتهم وفي المقابل تحصل على فوائد كبيرة وضخمة. هنا كان يستقبل عراب آخر من المافيا دو يو تشونغ المروجين وعشيقاته. إن دو بحسب أوراق الهوية فرنسي كان شخصية مرموقة في ذلك الوقت، وكان أحد الصينيين القلائل الذين تم قبولهم في المجلس البلدي للامتياز الفرنسي. هذا التاريخ ما زال حاضراً، وتظهر هذه الصفحة الأليمة من تاريخ الامتياز الفرنسي باعتباره حامياً لمافيا الأفيون على نطاق واسع في زخرفة الفندق. كان ينظر إليهما باعتبارهما من حماة المدينة وأسيادها الحقيقيين والوسطاء مع المحتلين الأجانب، لذلك حظيا بتقدير كبير، وحتى اليوم ما زالا بطلين في الذاكرة الجماعية. يعرض التلفزيون الصيني كل يوم مسلسلات تلفزيونية عن دو يو شينغ وروانغ جين رونغ. إنه أيضا جزء مما تشكله الثقافة الشعبية من أهمية، فتظهر جليا في قصص هذين للصين الرائعين والثريين. إن شنغهاي الغارقة في النشوة والمملوءة بالشبهات ستكون نقطة انطلاق للتحول الكبير الذي سيشهده تاريخ الصين في القرن العشرين، ألا وهو الثورة الشيوعية. هنا ولد الحزب الشيوعي الصيني في العام 1921، والذي تولى السلطة في العام 49. وبالنسبة إلى ماو تسي تونغ، يعد الأفيون رمزاً لكل الإذلال الذي فرضته أوروبا. ستعاقب شنغهاي الضالة طويلاً لخضوعها للقوى الأجنبية، لكن في هذه الروح الخاصة التي تملكها ستولد المدينة من جديد بعد نصف قرن كرمز للانفتاح على العالم. نعم، إنه الانفتاح هذه المرة وليس الخضوع.